فيما يخص الموضوع ديال الاستهلاك، اليوم حنا كهيئه وطنيه لحمايه المستهلكين نتتبع كجميع السنوات الماضيه يعني الاستهلاك والظروف ديال المستهلك في خلال هذا الشهر المبارك. نعرفوا ان المائده المغربيه فريده من نوعها على المستوى العالمي بجميع المواد المغربيه، لا فيما يخص يعني الخضروات، الهيئه ديال طريقة ديال الافطار فهو نموذجي على المستوى العالمي، تيجمع واحد يضمن واحد المجموعه ديال المواد اللي ما يمكنش المغاربه يتخلاو عليها رغم الظروف والقدره الشرائيه اللي عرفتها هاد السنوات الاخيره وخصوصا هاد السنه هذه، باش ما تضرب في الاثمان الا وتنحسوا حنا ان تتقل الجوده ديال المنتوجات اللي تيقتنيها المستهلك، لان هاد الاثمان تتحرموا باش ما يعطي واحد الاولويه واحد الاهميه كبيره للجوده. ونمشوا للمواضيع اللي غنعطوا عليها امثله، بالخصوص مثلا السمك، ف تيجي شهر رمضان تيتضاعف الثمن ديال السمك، وحنا تعرفوا ان المغرب هو عنده واحد الاحتياط كبير في المجال في المساحه او المسافه ديال المحيط والبحر الابيض المتوسط اللي تيتمتع به، لكن دائما هذا الاشكال تيطرح وباقي ما وضحش الصوره في الحقيقه، لان متنجو مثلا حنا في البحث ديالنا تلقاو الاثمان ملي تيخرج السمك من البحر تيتباع ب 3 دراهم و3 دراهم 50 فرانك و2 دراهم 50 فرانك، وكي متنجو للسوق تلقاو ب 20 درهم. فهنا نتساءل يعني اشنو هو يعني الدور ديال الرقابه اللي تقوم بها الدوله، واش تتوصل اليد ديال الدوله للوسطاء بصراحه باش نكونوا واضحين، الوسطاء اللي تيلعبوا الدور كبير في الارتفاع ديال هذه الماده هذه ومجموعه من المواد لا الخضروات ولا غيرها، حيت تبعنا مجموعه من المواد مثلا القرعه مثلا تلقاوها مثلا تبع عند الفلاح بدرهم وتلقاوها ب 8 درهم في السوق، تمشوا مثلا الجلبانه تلقاوها مثلا تتباع ب 4 درهم تلقاوها ب 7 ب 11 درهم 12 درهم في السوق. فهذه الاثمنه هذه انا كتقني فلاحي متبع للشان يعني الفلاحي تلقاو ان الفلاح تيتباع المنتوج مثلا 4 شهور وتيبيعها وتيبيع الماده ب 4 دراهم، وواحد تيجي في نهار او يومين وتيدي فيها 4 دراهم و5 دراهم و6 دراهم ديال الارباح. فهنا كاين واحد العشوائيه في التعاطي في هذا الملف. حنا دائما حمايه المستهلك نضادي ب يعني وضع حلول لهذا الاشكال ديال الوساطه، تيلعبوا دور فعلا في ايصال المنتوج للمستهلك ما تنكروش، تيلعبوا دور في فك المنتوج ديال الفلاح اذا كان واحد الوقت عنده اشكال في البيع، راس عامل كبيره تدور هنا عارفين هذا الشيء كله، ولكن ماشي نخلوا ثاني الحريه لهذا الشخص اللي دار لنا هذه الاعمال كلها، نخلوا الحريه باش يتحكم في السوق ويدير داك الشيء اللي بغى. وخير دليل هو الليمون مثلا، الليمون راه تيمشي يشرو عند المنتوج عند الفلاح، ولا دخلت لهذه العمليه ديال الليمون غتكون واحد المقاربه خطيره بزاف وصعيبه، لان تلقى مثلا تيمشي كاين الناس اللي دايرين راس عامل كبيره تيشرو منتوج باقي في الشجره تيحتفظوا به مثلا واحد المده قبل ما يوصل النضج ديالو على واحد 3 شهور 4 شهور تيشرو بثمن نقص بزاف لظروف ديال الفلاح، ولكن تيتحكموا في ذاك المنتوج تيخلوه في الشجره وربما يضيع مثلا الثلث ديال هذا المنتوج ولا الرباع ديال المنتوج تيطيح في لاشيت ديال الغله، ولكن هو تيعوض ذاك الشيء باضعاف مضاعفه في السوق. تلقاو حنا كدولة ان تضيع المنتوج اللي هو منتوج تزريع للدولة بالدعم ديالها بالإعانة وبغيرها حتى تيوصل، ولكن في الاخر تيجي واحد من اجل باش يربح هو تيعرض واحد الخسارة كبيرة ديال الربع ديال المنتوج او الثلث، وكل شيء هذا الشيء من اجل باش يحتكر هذه المادة يتحكم بها في السوق. فهنا شهر رمضان نموذجا تنقولوا ان من اجل يعني التحكم في هذه الامور هذه ومن اجل ايصال هذه المنتوجات لا بد نعيد النظر في التعامل مع الوسطاء وطريقه يعني العمل ديالهم، رغم انهم حنا ما تنقولوش هما تيديروا عمل اللي لا بد منه، هذا لا نقاش فيه، ولكن خص التحكم في هذه العمليه هذه باش يمكن يعني نحاولوا نرقيو يعني الاقتصاد ديالنا لا من ناحيه الانتاج ولا من ناحيه يعني التسويق ديالو.